لله ان النداء ديالنا اللي وجهناه في شهر رمضان القى الثمار ديالو ولقى الاذان الصاغيه. فاللي كنطلب واللي كنناشد انا من هذا المنبر جميع الفنانين وجميع الصحفيين انهم يحضروا بغزاره باش نبينوا على اننا الفنانين يد واحده، نتحاب ونتضامن ونتاخى في السراء والضراء. فالحمد لله احنا غنبرهنوا من خلال هذا التكريم اننا في المستوى ديال العطاء وديال ما قدمته هذا الهرم. انا كنقول السيده فاطمه ركراكي هرم من اهرام المسرح في وطني العزيز. فهنيئا لنا جميعا بهذا الاحتفاء وهذا التكريم الاكثر من مستحق. احنا اليوم درنا اجتماع الثالث من اجل تنظيم الحفل من اجل تكريم لاله فاطمه ركراكي الله يطول عمرها ويعطيها الصحه ديالها. هي طريقه حضاريه باش اننا نقولوا لها احنا معاك، احنا قلبنا معاك، احنا كبرنا ايضا معاك وبغينا نشوفوك في ابهى حله، ما بغيناش هذيك ليماج السوداويه، فما يمكنش نختموها بصوره اللي تجرو بها بعض المواقع اللي كيتعاطفوا الناس بطبيعه الحال، ولكن بعد ذلك التعاطف كيدوب ما كتلقاش اشياء. ربما هناك محسنين، ربما هناك بزاف الاشياء اللي كيبغي الانسان يقدمها، ولكن لما كانش في اطار تنظيمي اللي كيحترم الكرامه ديال الفنان ما كيمكن حتى حاجه تكون. حنا بغينا نقولوا اليوم من خلال هذا التكريم للفنانين جميع انهم يهتموا بنفسهم، انهم يديروا التغطيه الصحيه ديالهم، انهم يعتنيوا بالصحه ديالهم، لانه بلا الصحه ما يمكن تكون حتى شي حاجه. وفي نفس الوقت كنقولوا للدوله وكنقولوا للوزاره اهتموا بالفنان. الاطواف ديال الاجتماع هو كله عباره عن مناهج ديال كيفيه يعني المواد اللي غادي تكون، شكون هما الوجوه اللي معروضه بين قوسين باش ما نخرجش على نطاق اللجنه، لان كاين بعض الوجوه ابرزوها رشيد الوالي، دنيا باطمه، محمود الادريسي، ووجوه غادي يتفاجئوا بها الاخوان بخصوص السهره اللي غادي تقام في الرباط في قاعه السمراء في الثالث من يوليوز المقبل ان شاء الله. وقيه من هذا النوع تيخصنا نحتفيو بها ونقدروها بطبيعه الحال، كما خصنا نحتفيو ونقدروا ونعطيو القيمه للفنانين ديالنا الكبار. فاطمه ركراكي هرم من هرمات المسرح والتلفزيون والاذاعه. فهاد الحفل ما هو الا عن كيدير ثقافه الاعتراف بالعطاء ديال هاد الهرم. كاينين الناس عطاو بدلوا لهاد البلاد، فجا الوقت اللي نقول لهم شكرا. الحمد لله حضرنا تقريبا ليكيب كلها، سي الغاوي، رشيد الوالي، ليكيب تبارك الله كلها، النقابه ديال الفنانه، كلشي الحمد لله حاضر اليوم هنايا على ود باش نديروا ان شاء الله. يعني لورغانيزاسيون ديال ركراكي، يعني الحمد لله احنا دابا خدامين في بلاطو ارتستيك، تبارك الله بلاطو ارتستيك كبير بزاف، كاين تقريبا الفنانه اكثر من 22 فنان لحد الان اللي وصلنا، فنانه تبارك الله كبار. بون تنتسناو ان شاء الله غير لافيش توجد وغادي تخرج ان شاء الله للناس باش يشوفوها ان شاء الله، ونتمنى من الله يا ربي ان شاء الله هذا الحفل هذا يكون ناجح ان شاء الله. يعني الاهداف اللي بارابور يعني الاهداف اللي تنطمحوا لها هي ان شاء الله غادي ناخذوا لها الدار ان شاء الله الى سهل الله، ومن بعد عندنا حوايج اخرى، الا تجمعت فلوس كثر غادي دار عاوتاني حوايج اخرى من غير الدار ان شاء الله. والحمد لله ربي راه ديما تيوفقنا، اي واحد تنحطوا مع يدينا ولا الحمد لله تيوفقنا الله معاه. راه كما شفتوا اخر حاجه هي كان عندنا ديال ياسين وسهام، الحمد لله راه تخدات لهم الدار راه تفرشات، راه قريبا ان شاء الله غادي نمشيو عندو للدار والمغاربه غادي يشوفوا كاملين الدار ديال ياسين وسهام اللي مفرشه، وغادي يعني ومن بعد الدار كانت عنده عمره هو ومرته، والحمد لله. وحنا راه عاوتاني عندنا حالات اخرين وعلات اخرين وعلات اخرين، نتمنى من الله ان هذا الشيء هذا يكون في استمراريه الا بغى الله. وشكرا لالوانكم اللي تتستضيف معنا كل يعني اي حاجه ديال الخير الحمد لله تتكونوا تنتوما معنا، شكرا لكم بزاف.